شو جابني لهون أنا؟ رح تروحي وتتركيني لحالي؟ أمي حبيبتي لما بتشتاقيلي بتجي لعندي على اسطنبول. بدياكي تعرفي إني ماني صهرك، أنا ابنك، بابنا مفتوح إليك دائما. الله يرضى عليك يا روحي، بنتي الحلوة، يا نور عيوني، حبيبتي. لا تتركينا أنا وبنتك وتروحي، لساتها صغيرة كتير. شو كان عم يعمل عدنان أغا مع المعلمة؟ شو كانوا عم يحكوا؟ وشو عم يحكوا؟ ملك مانا مثلنا، مين ما بتشوف بتلزق فيه وبتدبقه. قال المعلمة بتكون خطيبة عزت كيرمان، أكيد أنت غلطانة. المخلوقة مو مخلية حدا من شرها. بعد ما عزت ترك وزتها عم تحاول تطبق عدنان أغا، بس ما تحلم بهالشي، الأغا ما بيشوف هيك أشكال. انتبهوا منيح وديروا بالكن ولا تتركوا زواجكن يقربوا من هالمرة هي أبداً. نحنا ما منعرف ماضية وشو كانت مخبصة هالخانم. معناها بتكون تقلعت من المدرسة كرمال هالشي، أبصر شو مخبصة مع المدير. والله هالشي ممكن، وعن قريب بتتأكدوا. كتير منيح زهرة، بدي اياكي دائما هيك. ليكي جبت لك الحلو لتاكليه كمان، وكله عملت لك اياه بايدي انا. رح ارجع اخذ الصحون الفاضيه. جبت لي المصاري تبعي معك ما هيك؟ أنقذت لي حياتي يا أبضاي. أي حدا محلي كان عامل هيك. انكتب لك تعيش عمي.
الخير والشر بالحياة إلن مقابل ولازم نردن يا ابني. أنا كمان بيوم من الأيام رح أقدر فيدك بشي. ما بتقصر. من وين أنت يا ابني؟ أورفا من هارمانلي. عن جد عم تحكي؟ أنا كمان من هنيك، بس إلي سنين طويلة بعيد عن هالمنطقة. شو جابك لهون؟ كيف وصلت على الحبس؟ أنا لحقت أخي الصغير ووقفونا على الحدود. قلت بحميه، بس شوفت عينك صرنا هون.